قادر عبد الدايم علي من مواليد 12/8/1950. دي ولا أكاديمية ولا حاملين شهادات، دي وراثة. ولو إني نشأتي يتيم، أنا أبويا سابني وأنا في سنة ثالثة ابتدائي، بس تعلمتها من مين؟ أخويا الأكبر. أنا بصنع أفف، زعف نخيل، فسائل صغيرة يتقطع منها أخضر ويتنشف، وبعدين هيبقى زي كده، وبعدين يتضفر، قلنا بلهجتنا إيه نقول عليها أدري، يعني حاجة زي كده بتاخد لها حوالي 14 متر من الضفيرة. وما كل ما كان أكبر كل ما بيستهلك أكتر، يعني القفة ممكن تاخد لها 20 متر، اللي أكبر منها يمكن 25-30 متر. ده بالنسبة للخوص. وعندنا حاجة اسمها قاوي، عبارة عن إيه؟ الخيط، نوع من الفسائل لو جبت لك خوصة وربطتها مع بعض ما تقدرش إيه تسلتها من بعض، شديدة ويتخيط. البلاستيك غزانة، كان في الأول أدوات سيوة كلها من البيئة، من النخلة بالتحديد، كل حاجتنا من النخلة. النخلة دي كلها منافع،